فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس أن هناك قاعدة في صفات الله سبحانه، وهي كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هل هذه قاعدة صحيحة؟ هذا كلام لا أصل له. القاعدة أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله، وننزه الله عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله، هذه هي القاعدة. نعم.